children. احسنتم. اليوم ان شاء الله عنا نيو لتر. شو عنا؟ نيو لتر يعني حرف اللغة الانجليزية جديد. ايوه ممتازين. اللتر A. طلعولي على اللتر A على اللوح. شو حكيت لكم؟ اللتر A بيكون عنا اخوان كم؟ اثنين. الكابيتال يعني الكبير والسمال يعني الصغير. طيب خلونا نتعرف مع بعض كلمات اللتر A. نعيد مع بعضنا. A apple تفاحة. A apple تفاحة. A apple تفاحة. A apple تفاحة. A تاج وجوليا. A apple تفاحة. A apple تفاحة. الياس. A apple تفاحة. A apple تفاحة. عبد الرحمن. عبد الرحمن. ايه أبل تفاحة. اكسلنت. تعالوا نشوف معانا الصورة الثانية. ايه اكس مطرقة. خلونا نشوف يا عبد الرحمن مس الصورة الثالثة. ايه ارم ذراع. ايه ارم ذراع. يلا بيسان. ايه ارم ذراع. ايه ارم ذراع. سيرين. ايه ارم ذراع. الصوت العالي. ايه ارم ذراع. اكسلنت. شوفوا لي هون يا يوسف على اللتر ايه كيف بدنا نكتبه. هلا احنا باللغه الانجليزيه كم عندنا سطر في دفتر اللغه الانجليزيه؟ اربع اسطر. السطر واحد اثنين ثلاثه اربعه بنسميه لون. شو بنسميه؟ لون. شوفوا لي اللتر ايه كيف بدنا نكتبه. طبعا اللاين 4 ما حدا ينزل عليه. اذا نزل الحرف على اللتر على اللاين الرقم 4 شو بتصير فيه؟ تدعس السياره. ما لازم ينزل على اللاين رقم 4. شوفوا لي كيف بدنا نكتب اللتر ايه كابيتال. من السطر الثالث نطلع على الجبل، بعدين ننزل للسطر الثاني للثالث، بعدين نعمل له الجسر بالوسط. سهل ولا صعب؟ سهل. كمان مرة. هاي من السطر الثالث للأول الثاني للأول ننزل عملنا الجبل، بعدين الجسر اللي بالنص. سهل ولا صعب؟ سهل. قول اللتر سمول كيف بدنا نكتبه؟ بده يكون يجي بين اللاين على اللاين الرقم 2 واللاين رقم 3. بنشوف نعمل دائرة، لفينا الدوار، بعدين نعمل له شارع صغير. سهل ولا صعب؟ صعب. كمان مرة. اللف، بعدين نعمل له دنبة صغيرة. ممتازين.